نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن، وفيها أهالي حلب يحتفلون بعد تمكن قوى المعارضة المسلحة من فك الحصار عن المدينة. استعدادات لتظاهرة ضخمة في إسطنبول رفضا للانقلاب ودعما للحكومة. غارات أمريكية على سرت والقوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية تعد العدة لمعركة الحسم. أهلا بكم. دارت اشتباكات متقطعة صباح اليوم عند الأطراف الجنوبية لمدينة حلب بعد ساعات من إعلان مقاتلي المعارضة عن قيامهم بفك الحصار الذي تفرضه القوات السورية منذ 3 أسابيع على الأحياء الشرقية للمدينة. وكان تحالف لعدد من الفصائل المقاتلة المعارضة أعلنت فك الحصار عن الأحياء الشرقية لمدينة حلب التي يسكنها نحو 250,000 شخص. حي الراموسة جنوبي حلب كان نقطة التقاء فصائل المعارضة من خارج المدينة وداخلها، معلنين فك الحصار عن أكثر من 250,000 مدني والسيطرة على أكثر من 20 موقعا لقوات النظام. أتت الخطوة الأخيرة في عملية فك الحصار عن حلب بعد السيطرة على المدرسة الفنية الجوية التي تعتبر آخر معاقل النظام في تجمع الكليات العسكرية، ومهاجمة قوات النظام في حي الراموسة، حيث تمكنت فصائل المعارضة من التقدم والسيطرة على عدة نقاط في الحي لا سيما دوار الكازية وفرن الراموسة، لتنهار بعدها قوات النظام بشكل كامل. ولا تزال معارك عنيفة جارية بين الطرفين لتثبيت النقاط المحررة والتوسع في المنطقة، مع تنفيذ طائرات روسية وسورية غارات على مناطق الاشتباك وأحياء حلب الشرقية، وذلك بعد أن أعلنت قوات النظام انسحابها مسمية ذلك بإعادة التموضع. وتعد هذه أكبر خسارة عسكرية ومعنوية يتكبدها النظام والقوات الداعمة له منذ مطلع 2013. فصائل المعارضة قالت إن ملحمة حلب الكبرى تتكون من 6 مراحل، سيطرت في الأولى منها على مدرسة الحكمة ومشروع 1070 الإسكاني، ثم تابعت تقدمها خلال المرحلة الثانية لتسيطر على كلية المدفعية، أبرز معاقل النظام السوري جنوب غربي حلب، واستكملت المرحلة الثالثة بالسيطرة على حي الراموسة وفك الحصار عن المدينة الاستراتيجية. وتتطلع المعارضة بعد معركة متواصلة منذ 7 أيام إلى متابعة تقدمها باتجاه الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات النظام في الجزء الغربي من المدينة، بعد أن أعلنت أحياء صلاح الدين والحمدانية ومشروع 3,000 شقة منطقة عسكرية. أهالي حلب ومع توارد أخبار انتصارات المعارضة خرجوا في تظاهرات جابت أحياء المدينة فرحا بكسر الحصار، رافعين شعارات تناصر الثورة السورية ومنددين بالقصف العشوائي لقوات النظام. وشنت طائرات نظام غارات على بلدة عين ترمى في ريف دمشق الشرقي، ما تسبب بجرح عدد من المدنيين ودمار كبير في الممتلكات، فيما تشهد جبهات حوش الفارة والميدعان اشتباكات مستمرة بين فصائل المعارضة وقوات النظام، مترافقة مع غارات جوية مكثفة من الطائرات الروسية على مناطق الاشتباكات وبلدة شيفونية. وتدور اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة وقوات النظام على جبهة أوتوستراد دمشق حمص الدولي وسط قصف متبادل بين الطرفين. إلى تركيا، أين يحتشد ملايين الأتراك اليوم في إسطنبول بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تجمع يأتي في ختام 3 أسابيع من التعبئة الشعبية من أجل الديمقراطية بعد محاولة الانقلاب التي وقعت منتصف الشهر الماضي. ومن المفترض أن يشارك في هذا التجمع مئات الآلاف من الأتراك في ساحة يانيكابي بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء وكبار قادة المعارضة. ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين حوالي 3 ملايين شخص. وتختتم هذه التظاهرة الحاشدة سلسلة التظاهرات اليومية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة. وفي تركيا أيضا اندلعت اشتباكات بين مقاتلي حزب العمال الكردستاني والجيش التركي في منطقة داهية التابعة لمدينة سيرت بكردستان تركيا، وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل جندي وجرح 4 آخرين. يأتي ذلك مع استمرار العمليات العسكرية للجيش التركي في المنطقة بدعم جوي.
شنت مقاتلات أمريكية 4 غارات على مواقع يتحصن بداخلها عدد من عناصر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية وسط مدينة سرت الليبية، حسب ما ذكره مصدر عسكري ليبي. في غضون ذلك قال المتحدث باسم قوات عملية البنيان المرصوص الموالية لحكومة التوافق الوطني عن انتهاء الاستعدادات لحسم المعركة النهائية من الحرب على التنظيم في سرت. يشهد الشارع اليمني ضبابية في المشهدين السياسي والميداني بعد إعلان انتهاء الجولة الثانية من مشاورات الكويت، وتزامن ذلك مع إعلان تشكيل المجلس السياسي المشترك بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام. خليل القاهري والتفاصيل. إعلان المجلس السياسي المشترك بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه علي عبد الله صالح تزامن مع الإعلان عن انتهاء الجولة الثانية من مشاورات الكويت على أمل استئنافها في غضون الشهر رغم عدم تحديد تاريخ ومكان انعقادها، وهو ما يعني برأي مراقبين مزيدا من الضبابية في المشهدين السياسي والميداني. في غيوم كثيفة وضبابية، وفي فشل لكل الحلول، فشل في الحل العسكري، فشل في الحل السياسي، وضعف إرادة داخلية لفرض حل حقيقي على المتحاربين المتحاورين. ومع ذلك يعول بعض اليمنيين على التطورات السياسية الداخلية المتمثلة بالشراكة السياسية بين بعض أطراف الداخل الحوثيين وصالح في فرض أمر واقع والمضي قدما نحو خطوات تالية، فيما آخرون يبدون خيبة أمل فيما يجري. إن شاء الله إن شاء الله إحنا متفائلين بهذا الشيء، إحنا متفائلين بهذا الشيء، لا يرجعوا لا عقولهم وما نشتي ينضم للمجلس السياسي ينضم. الأمور تسير نحو التعقيد أكثر. إعلان المجلس السياسي قد يأتي في إطار المفاوضات السرية من تحت الطاولة لحلحلة الأمور لمؤتمر الكويت، لأنه اللجان الثورية لابد من حلحلتها، لابد من أمور تخرج الحوثيين بماء الوجه. وبالتوازي مع المستجدات السياسية هذه تستمر الاضطرابات على الصعيد الميداني في جبهات عدة من البلاد مخلفة مزيدا من الضحايا. بين مشهدي مشاورات الكويت وتطورات الداخل تتفاقم المعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين في مختلف المحافظات خاصة المضطربة منها بسبب استمرار الاقتتال وضيق أفق الحل السياسي. خليل القاهرة، تلفزيون العربي، صنعاء. وميدانيا، شنت طائرات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع للحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في محافظتي حجة وصعدة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القصف استهدف مواقع الحوثيين وقوات صالح في مديريتي ميدي وحرد الواقعتان على الحدود السعودية بمحافظة حجة، وأدت إلى تدمير آليات وتعزيزات مسلحة للحوثيين، في حين استهدفت أكثر من 8 غارات جوية مواقع للحوثيين في مديريتي الصفراء وكتاف في محافظة صعدة شمال غربي العاصمة صنعاء. قتل وأصيب العشرات من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في قصف جوي نفذته طائرات عراقية استهدف مواقع للتنظيم غربي الرمادي. وقد أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية بمحافظة الأنبار في العراق عن قصف القوة الجوية العراقية وطائرات الجيش العراقي لمواقع تابعة للتنظيم في منطقتي بروانة والكسيرات غربي الرمادي، ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم. على صعيد متصل، احتجز تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية الآلاف من النازحين داخل ناحية الجيارة في العراق. وقد كشف مدير ناحية الجيارة صالح حسن اليوم عن احتجاز آلاف المدنيين داخل الناحية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا أغلبهم من الأطفال والنساء، مؤكدا أن عناصر التنظيم يمنعون جميع المحتجزين من مغادرة الناحية ويقتلون كل من يخالف أوامرهم، موضحا أن التنظيم يسعى لاستخدام المدنيين كدروع بشرية لإعاقة تقدم القوات الأمنية العراقية خلال العملية التي تعتزم تنفيذها خلال اليومين المقبلين. صدت القوات العراقية هجوما لعناصر ما يعرف بالدولة الإسلامية من عدة محاور على ناحية الجيارة استهدف مواقع للجيش والشرطة العراقية في مناطق العوزة وأجلة والحاج علي ودور القاعدة في الناحية.
وأكدت مصادر ميدانية أن القوات العراقية صدت هجوما وصف بالكبير للتنظيم على الجيارة وقاعدتها الجوية فجر اليوم، أسفر عن مقتل 110 عناصر من التنظيم، فيما قتل ستة عناصر من الشرطة العراقية وأربعة مدنيين، وأصيب 5 آخرون بجروح خلال عمليات صد الهجوم على قاعدة الجيارة الجوية ومحاور أخرى بدعم جوي من طائرات التحالف الدولي. ومعنا من بغداد مراسلنا طارق ماهر. طارق، بداية، هل توفرت معلومات عن أعداد المحتجزين لدى التنظيم في الجيارة، وهل كي وأي أيضا كيف تتعامل القوات العراقية مع الموقف الآن؟ جمال، وفقا للمسؤولين في الإدارة المحلية في ناحية القيارة، فإن أعداد من يتم احتجازهم لحد الآن داخل مدينة القيارة من النازحين يتجاوز 4000 نازح. هؤلاء من المدنيين، وهؤلاء أغلبهم من المسنين ومن النساء ومن الأطفال. قتل منهم لحد الآن جراء ظروف الاحتجاز أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال ونساء. وبالتالي هاجم تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية الثكنات التابعة للفرقة 16 من الجيش العراقي، التي تواصل إجراء استعداداتها في قاعدة القيارة لشن هجوم واسع لاستعادة ناحية القيارة. هذا الهجوم الذي وصف بالمفاجئ، وصف بأنه الأكبر نظرا لأنه تم باستخدام أكثر من 300 من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى أكثر من 7 سيارات مفخخة. نعم. تمكن الجيش العراقي وفقا لقيادة عمليات نينوى من صد هذا الهجوم الذي وصف بأنه الأعنف والأكبر من على 3 محاور. وما تزال القوات العراقية مدعومة بطيران التحالف الدولي وكذلك طائرات سلاح الجو ومروحيات الجيش العراقي تواصل عملية دفع المسلحين إلى الوراء في محاولة لاستعادة السيطرة على ناحية القيارة التي يهيمن عليها مسلح وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين. هل هذا الهجوم هو محدود أم واسع النطاق، ولماذا هذه المنطقة بالذات، يعني في الموصل، لماذا لا يشمل مناطق أخرى؟ جمال، هذه المحاور الثلاثة تشكل الجبهة الأمامية للقوات العراقية التي نشرت ثكناتها هناك، وبالتالي هي الموقع أو موطئ القدم المتقدم للقوات العراقية، وهي تحت سيطرة القوات العراقية وتمثل خط الصد الأول. وبالتالي هاجم التنظيم هذه المواقع في محاولة لمنع القوات العراقية من إكمال تعزيزاتها ومن الاستعداد لشن هجوم مضاد. وبالتالي هذا الهجوم وصف بأنه الأعنف والأكبر، لأن أعداد من قاموا تنفيذ هذا الهجوم يتجاوز 300، بالإضافة إلى أن هنالك أكثر من 7 سيارات مفخخة. نعم. تم تفجير 4 منها على المواقع العراقية، وتمكنت مروحيات الجيش العراقي من استهداف 3 ماهر منها. مراسلة تلفزيون العربي، كنت معنا من بغداد. ونبقى في العراق، حيث كشف المكتب الإعلامي للبرلمان العراقي أن وزير الدفاع خالد العبيدي يمثل الآن أمام لجنة تحقيق نيابية في مبنى مجلس النواب العراقي بشأن اتهامات سابقة وجهها لعدد من النواب بينهم رئيس البرلمان سليم الجبوري تتعلق بقضايا فساد. من جانب آخر، كشف المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار برقدار للتلفزيون العربي أن محكمة الكرخ استدعت وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي لاستجوابه بتهم قذف وسب علني بالتزامن مع تحريك الادعاء العام العراقي لشكوى تتضمن اتهامات بالفساد أوردها العبيدي خلال جلسة استجوابة ضد عدد من النواب لمساومتهم إياه بعدم استجوابه مقابل الحصول على عقود في وزارة الدفاع تتعلق بتجهيز وتسليح الجيش وإطعام الجنود. وبالعودة إلى التظاهرات في إسطنبول، معنا مراسلنا أحمد غنام. أحمد، ما حجم المشاركة الشعبية وأيضا من طرف السلطات الرسمية والسياسية، وهل هذه التظاهرة تحمل رسالة ما تسعى الحكومة إلى إيصالها؟ نعم جمال، بداية دعني أشير إلى أن هذه المظاهرة أو هذا التجمع الشعبي كان مفترض أن يبدأ بعد ساعة من الآن، لكن الناس المتواجدون هنا في هذا الميدان بدأوا الحشد في هذا الاتجاه هذا الميدان منذ حوالي قرابة قبل 5 ساعات من الآن، فبالتالي من المنتظر أن يأتي إلى هذا الميدان قرابة 3.5 ملايين متظاهر أو مشارك
في هذا الحشد الشعبي حتى أن الحشود حتى الآن قبل أن تبدأ هذه المظاهرة. كما ترى خلفي بالكاميرا جمال، هنا الميدان قد امتلأ برمته. جميع البلدية اسطنبول كانت قد منعت السيارات ومنعت أوقفت حركة المرور بالقرب من هذا الميدان لتسهيل حركة العبور الأفراد إلى هذا الميدان، حتى أنه وين كان هناك بعض الباخرات التي قامت بنقل الركاب أو نقل المشاركين من طرف الآسيوي باتجاه الطرف الأوروبي إلى هذا الميدان، إضافة إلى شبكة المترو كانت تعمل بشكل مجاني لنقل أكبر عدد ممكن من المشاركين في هذا التجمع الشعبي. بالنسبة للمشاركة السياسية، كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت دعوة عامة لجميع أطياف الشعب التركي بكل التوجهات السياسية، وأيضا وجهت دعوة خاصة لحزبي الشعب الجمهوري ولحزب الحركة القومية. وكان قد أبدى بشكل مباشر زعيم حزب الحركة القومية دولة بهجة لمشاركته في هذا التجمع إلى جانب رئيس حزب العدالة والتنمية وإلى جانب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، فيما تأخر جواب رئيس حزب الشعب الجمهوري ليعبر عنه يوم أمس ويعلن مشاركته في هذا التجمع إلى جانب القادة السياسيين. واستثنى من هذا التجمع أن رئاسة الجمهورية لم ترسل دعوة خاصة لحزب الشعب الديمقراطي الحزب البرلماني ذي التوجه الكردي. أيضا سيشارك في هذا التجمع رئيس أركان الجيش خلوصي أكار بإضافة إلى قادة الجيش، ويشارك أيضا في حماية هذا التجمع بتجديد أمني وسط تجديد أمني مكثف، 3 بواخر عسكرية تتبع لرئاسة الأركان التركية تشارك في حماية هذا التجمع، إضافة إلى وجود 15 عنصر أمني بين عنصر أمني وعنصر شرطة يشاركون في حماية هذا التجمع. إذن هذا التجمع يحمل رسائل داخلية وخارجية إلى أن جميع أطياف الشعب التركي بكافة التوجهات السياسية والأحزاب والمعارضة والحكومة ورئاسة الجمهورية تقف صفا واحدا بواجهة الانقلاب. وهذا أيضا رسالة خاصة إلى أوروبا وإلى أمريكا بأن الأتراك متفقون على ملاحقة الانقلابيين، وأن تركيا عازمة على ملاحقة كل من شارك في الانقلاب العسكري أو محاولة الانقلاب الفاشلة. أيضا دعني أشير جمال إلى أن هذا التجمع هو سيكون التجمع الأخير ونهاية التجمعات الشعبية التي دعا إليها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في أول ليلة أو في ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة منذ 15 من يوليو تموز حتى يومنا هذا، وكانت المظاهرات والتجمعات الشعبية منتشرة في جميع المدن التركية. هذا التجمع هو الأكبر وسيكون نهاية التجمعات الشعبية في تركيا، وسينقل عبر شاشات التلفزيون إلى جميع المدن التركية، إلى 81 مدينة تركية. شكرا لك أحمد غنام، وصلت الصورة، كنت معنا من إسطنبول. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. فرقة دواوين تقيم حفلا بمعبر إيريز احتجاجا على منعها من المشاركة بمهرجان فلسطين الدولي في القدس. أهلا بكم من جديد. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 5 فلسطينيين في سلسلة اقتحامات ومداهمات جديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وذكرت وسائل أعلام عبرية أن المعتقلين وجهت إليهم تهمات القيام بأنشطة معادية لإسرائيل، وهي التهمة التي توجهها سلطات الاحتلال للفلسطينيين الذين تعتقلهم بشكل شبه يومي منذ بدء الهبة الفلسطينية. واعتصم العشرات من سكان قطاع غزة الذين استفادوا من مشاريع مؤسسة الرؤية العالمية أمام مقرها بغزة احتجاجا على استمرار اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدير فرع المؤسسة في القطاع محمد الحلبي واتهامه بالتعاون مع حركة حماس في غزة. ورفضت عائلة الأسير الحلبي الذي تم اعتقاله أثناء مغادرة القطاع عبر حاجز إيريز بيت حنون، رفضت الادعاء الإسرائيلي معتبرة أن عمل الحلبي هو عمل إنساني فقط. وفي غزة أيضا، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة سفير محمد العمادي عن منحة مالية تقدر ب $500 لجميع الخريجين الصم وضعاف السمع في الفوج الأول للخريجين من هذه الفئة من الجامعة الإسلامية بغزة. وقالت إدارة الجامعة إن السفير العمادي خصص مبلغ $500 لكل خريج جامعي، فيما أعلنت الجامعة عن نيتها فتح المجال أمام أكثر من 100 خريج للدراسات العليا في الجامعة خلال المرحلة القادمة. إن دولة قطر تبذل كل ما بوسعها للتخفيف من معاناة أهل غزة في كافة مناحي الحياة، فالكل أصبح يرى
المشاريع القطرية للشعب الفلسطيني بغزة، والتي فاقت ما تم صرفه حتى الآن 300 مليون دولار. والآن إلى جولة في أهم أخبار الاقتصاد. تشهد السياحة اللبنانية تراجعا ملحوظا منذ مطلع شهر تموز يوليو الماضي إثر التفجيرين اللذين استهدفا مدنيين في بلدة القاع شرقي لبنان، حيث كانت نسبة إشغال الفنادق قد وصلت مطلع العام الحالي إلى 66% بارتفاع 2% عن العام الماضي، إلا أن هذه النسبة تراجعت بعد التفجير، في حين ارتفع عدد المغتربين الذين يقصدون لبنان هذا الصيف وفاقت نسبتهم 5% عن العام الماضي. استبعد وزير الاقتصاد الإيطالي تدخل الدولة لدعم بنوك البلاد، معتبرا أن تدخل السلطات المالية الرسمية غير ضروري، لكن الحكومة ستركز على إجراءات تهدف إلى دعم إعادة هيكلة البنوك، واعتبر أن الحكومة تدرس إجراءات لمساعدة المصارف على تحسين نماذج أعمالها في عملية قد يكون لها آثارها حتى على مستويات التوظيف. هبطت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.20 تريليون دولار في يوليو تموز بما يتفق مع توقعات المحللين، ونزلت احتياطات الصين وهي الأعلى على مستوى العالم بواقع 4.10 مليار دولار في يوليو تموز، وارتفعت الاحتياطيات في يونيو حزيران متعافية من أقل مستوى في 5 أعوام من سجلته في مايو أيار. قال رئيس هيئة قناة السويس إن إيرادات القناة زادت بنسبة 4% خلال الفترة من أول يناير كانون الثاني حتى اليوم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل مشروع توسعة القناة الذي افتتح العام الماضي. جاء ذلك خلال احتفال أقيم بمدينة الإسماعيلية بمناسبة مرور عام على افتتاح مشروع توسعة القناة، والذي تضمن شق تفريعة جديدة للقناة التي تعد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر. ودعت مصر في جنازة عسكرية العالم المصري الأمريكي أحمد الزويل الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، والذي وافته المنية الثلاثاء الماضي في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 70 عاما. ويعتبر زويل أول عالم مصري وعربي يتحصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999، وقد أثرى مجال البحث العلمي بالكثير من الإسهامات وتدرج في مناصب علمية في جامعات أمريكية مرموقة. قضت محكمة جنايات بورسعيد المصرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على معتقل من رافضي الانقلاب العسكري وبراءة 5 آخرين، وذلك في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بعدم صدور حكم غيابي ضدهم من المحكمة بالسجن المؤبد في القضية التي اتهم فيها المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين محمد بديع و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، وهي القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الإسماعيلية. أهم أخبار الدوريات العربية والعالمية في هذه الجولة الرياضية. دخل الرامي الفيتنامي فينزوان هوانغ تاريخ بلاده الرياضي بعدما أصبح أول رياضي فيتنامي يحرز ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية بإحرازه ذهبية مسابقة مسدس ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار في أولمبياد ريو، وسجل فينزوان 202.5 نقطة ليحصد الميدالية الذهبية متقدما على البرازيلي فيليبيوا الذي كان مرشحا للفوز بالميدالية الذهبية. حطم السباح البريطاني آدم بيتي رقمه القياسي العالمي في تصفيات سباق 100 متر صدرا في أولمبياد ريو دي جانيرو في مستهل سعيه لكي يصبح أول رجل بريطاني يفوز بذهبية أولمبية في السباحة في 28 عاما. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية صوب ملعب ويمبلي الذي سيكون مسرحا لمواجهة حامل لقب الدوري ليستر سيتي ببطل الكأس مانشستر يونايتد في مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية التي تعد بمثابة شريط افتتاح الموسم الكروي الجديد. ويسعى كلا الفريقين إلى بدء الموسم الجديد بانتصار معنوي قبل انطلاق مباريات البريمير ليج الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين في آخر استعداد قبل خوض غمار الموسم الشاق. هذا ويحمل الشياطين الحمر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدرع ب20 لقبا.
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية أنها نفذت حكم الأعدام في العالم النووي الإيراني الكردي شهرام أميري، وذلك بعد أن أدانته محكمة بالتجسس لصالح واشنطن. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني آجئي نقلت عنه قوله إن أميري الذي اعتقل عام 2010 لدى عودته إلى البلاد قادما من الولايات المتحدة قد أعطى معلومات حيوية عن البلاد للعدو على حد تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.